أدخل الفأر إلى الدار ثم جلب الفيل إليها ليهدمها بحجة القضاء على الفأر هذا السيناريو بات معروفا لدى العراقيين المهجرين على يد الميليشيات الطائفية إعازا من نظام طهران الذي يعد العقل المدبر لعمليات التغيير الديمغرافي في العراق أهالي قضاء الطارمية شمالية بغداد يمرون بمحنة تهجير قسري جديدة بعد حمله تحريض تضمنت دعوات اخلاء القضاء من ساكنيه واتهام اهله كلهم بالارهاب مرورا بعزله عن بغداد وفرض حصار عليه في سيناريو اعاد للاذهان ما تمر به بلده جرف الصخر شماليه بابل التي يقبع سكانها في الصحراء للعام الخامس على التوالي بسبب احتلال الميليشيات للقضاء ورفضهم اعاده اهله الحمله ضد الطارميه عدت بيانات وخطب زعماء وقاده ميليشيات وامتدت الى قوى سياسيه ومحللين وصولا الى ما تعرف في العراق الجيوش الالكترونيه على مواقع التواصل الاجتماعي زعيم ميليشيا العصائب الخزعلي ادعى في كلمه له ان تنظيم الدوله لم يغادر مطلقا الطارميه ودعا الى اجراء ما سماها عمليه تطهير عسكريه للقضاء أسوأ منه خطابا حديث القيادي في ميليشيا بدر باقر جبر صلاغ الذي طالب بمحاربة ما سماها الخلايا النائمة في الطارمية بمشاركة ميليشيا الحشد سياسة التهجير الممنهج تركزت ومنذ سنوات على مناطق حزام بغداد التي تعد ذات أهمية إدارية لأنها تربط بين محافظات بغداد وصلاح الدين وديالا والأنبار وتحوي شبكات طرق رئيسية تطوق العاصمة ويمر فيها عدد من الأنهار والجداول الكبيرة وتوجد فيها خطوط ووسائل نقل واتصالات أخرى أهل حزام بغداد تعرضوا لشتى أنواع الاضطهاد بخلفيات طائفية ودوافع انتقامية حيث يجري تدمير آلاف الدنومات الزراعية وتجريف مئات البساتين وطمر العديد من بحيرات الأسماك والمسطحات المائية فضلا عن تدمير عشرات المنازل وتنفيذ حملات دهم واعتقالات ممنهجة عام 2003 حولت مناطق حزام بغداد مسرحا لجرائم متواصلة ترتكبها الميليشيات الطائفية مستهدفة السكان العرب السنة في إطار مخطط أوسع يهدف إلى إحداث تغييرات ديمغرافية بتخطيط إيراني وبمباركة الجهات الغربية الداعمة لكل حكومة تمرر وتنفذ مخطط تدمير العراق